ليه الهجوم على الأستاذ أحمد طنطاوي؟ أحمد طنطاوي مواطن مصري، سياسي مصري، كان عضو برلمان سابق، قرر أنه يرجع بلده ويواجه من جوه بلده، قرر أنه يلعب مع النظام الحالي اللعبة بشروطه، قرر أنه يترشح في انتخابات الرئاسة لأن النظام بيقول أنه هيعمل انتخابات رئاسة، وبالتالي الراجل ما أجرمش في أي حاجة، ما عملش أي حاجة غلط، تصريحاته كلها متزنة. الراجل بيتكلم عن أنه هو عنده برنامج وأنه بيعمل كذا، بيلف الجمهورية كلها، قال تصريح عن الإخوان المسلمين وأنه هو ممكن يقبل بمش عارف إيه فيما فهم، يعني أنه هو زي تصالح مع الإخوان أو بعودة الإخوان المسلمين. كل دي تصريحات، حرية تعبير، حرية رأي وتعبير زي ما الإعلام بتاع النظام بيقول اليومين ثلاثة اللي فاتوا. اللي أنا مش فاهمه الحقيقة هو طنطاوي بيتشتم ليه؟ يعني ليه في حملة يبدو أنها حملة ممنهجة لشتيمة أحمد طنطاوي والهجوم عليه؟ مثلا في هاشتاج على تويتر دلوقتي اسمه طنطاوي والخرفان وجهان لعملة واحدة ولا عملة واحدة، شتيمة في الراجل وقلة أدب وتجاوز في حقه. تدخل على اليوتيوبرز اللي هم محسوبين على السلطة يعني، فتلاقيهم كاتبين بلس 18 طنطاوي مش عارف ايه، كلهم بيشتموا أحمد طنطاوي وبيتريقوا عليه. فيا جماعة ليه؟ يعني لو في جيل جديد طالع دلوقتي ملوش في العشر سنين اللي فاتوا وبيؤمن تماما انه في انتخابات رئاسية وان احنا عندنا ديمقراطية وعندنا حرية تعبير، وايوة يا عمي الرئيس السيسي هيترشح والاستاذ احمد طنطاوي هيترشح والاستاذ عبد السند يمامة هيترشح وفي انتخابات بجد، طب انتوا بتشتموا احمد طنطاوي ليه يا جماعة؟ ما هو انتوا بتهزوا الصورة اللي انتوا بتبنوها مع الجيل الجديد اللي طالع ده، مش كده؟ يعني هيقول لك الله، طب انتوا طالما بتهاجموا الراجل يبقى الراجل ده صح، طب ننتخبه بقى، ما هو احنا يعني احنا بنتعاطف مع الضحية دايما يعني. فيا أعزائي يلي بتقودوا الحملة ضد أحمد طنطاوي، يا جماعة ما تلعبوا الموضوع انتخابات، ما تلعبوا سياسة. يعني أنا بدعو من هنا من الفيديو ده الحقيقة لمناظرة على الهواء مباشرة ما بين أحمد طنطاوي المرشح الرئاسي وما بين عبد الفتاح السيسي اللي هيبقى مرشح رئاسي. اعملوا مناظرة بين طنطاوي والسيسي يا جماعة، اعملوا مناظرة وخلوا الناس تتفرج، خلوا الناس تشوفهم هما بيتناقشوا، خلوا الناس تشوفهم هما بيعرضوا برامجهم، خلوا الناس تشوفهم هما بيتكلموا في حلول مشاكل مصر، وفي الاخر المواطن المصري يحكم. لو انتوا بتتكلموا في انتخابات رئاسيه بجد فخلوا طنطاوي يتناظر مع السيسي، وخفوا بقى ايديكوا عن احمد طنطاوي لان الشتيمه فيه مش هتجيب نتيجه. انا بالنسبه لي احمد طنطاوي هو مواطن مصري شجاع قرر انه ينزل يرجع بلده ويتنافس مع رئيسه، وعارف انه ممكن يحبسوه ممكن يعتقلون الانتخابات ممكن تتزور، لكن هو ماشي في الخط واخد الموضوع جد جدا. اللي زي ده بتحترمه وبترفع له القبعة، بس ما بتشتموش يا جماعة وبتعملوا له هاشتاجات عشان تسبوا له وتغتالوه معنويا. اعملوا مناظرة بين طنطاوي والسيسي.